تحية طيبة لكم مشاهدينا في كل مكان تشاهدون برنامجكم الأسبوعي أنت ونديلة. نحييكم في جميع ربوع الوطن العربي وأنتم على موعد جديد، ومثل كل أسبوع نحرص على اختيار مواضيع تهمكم، ولذا ننتظر مشاركاتكم عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالبرنامج. يمكنكم التواصل معنا على فيسبوك، يمكنكم كذلك متابعة حساباتنا على تويتر، إنستغرام وسناب شات أيضا. والآن نرى معنا الفيديوهات التي قام مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي بنشرها لملايين المرات في الأسبوع الماضي. نبدأ فيديوهات هذا اليوم بلقطات مجمعة لبعض الطرائف التي تحدث في صالات الجيم لأشخاص قرروا أن يبدأوا العام الجديد بالتمرين بقوة. إن كنت تتمرن في صالة الجيم ننصحك أن تكون حذراً أثناء التمرين، فحمل أوزان فوق قدرتك على التحمل قد ينتهي بك إلى ما تشاهده في هذا الفيديو. وما زلنا نشاهد فيديوهات رياضية، ولكن هذه المرة نهدي هذا الفيديو إلى كل الذين قرروا أن يبدأوا العام الجديد كذلك بالاهتمام بصحتهم عن طريق ممارسة الرياضة. في هذا الفيديو يقدم المدرب الشخصي رايان ماكين عددا من النصائح عن كيفية الجري بطريقة صحيحة وغير مؤذية. معنا هذا الفيديو الرائع لفتاة صغيرة تدعى إلا، ونرى فيه قيمة لا بد أن نزرعها جميعا في أولادنا، وهي العطف على الآخرين. فبينما تجلس إلا ووالدها في مطعم لتناول الطعام، ترى رجلا فقيرا في الشارع فتقرر أن تشارك طعامها معه في لفتة رائعة منها. في هذا الفيديو نشاهد فتاة وصديقها قرروا أن يقوموا بمقلب في مؤتمر عن التكنولوجيا، حيث قامت الفتاة بادعاء أنها روبوت وليست إنسانة، ووقف صديقها عن بعد كأنه يقوم بتحريك الروبوت، مما أثار دهشة واستغراب الحاضرين لعدم قدرتهم على تمييز ما إذا كانت هذه الفتاة إنسان أم روبوت. ويعرض لنا هذا الفيديو لقطات لأصعب مسابقة في العالم، وهي مسابقة ريد بول ستورم تشيز لركوب الأمواج، حيث يتسابق 8 من أفضل راكبي الأمواج في العالم في ظروف جوية تتضمن إعصار وأمواج عالية، مما يجعلها معركة بين الإنسان وبين الطبيعة. أما الآن فأدعوكم لتتعرفوا على معلومة جديدة أقدمها إليكم في هل تعلم؟ هل تعلم أن الحركة نحو المساواة الاجتماعية وخاصة في الدول الغربية بدأت مع حركة تصويت النساء التي خرجت في أواخر القرن 19، والتي سعت إلى السماح للنساء بالتصويت والتعيين في المناصب بالانتخاب؟ ومع هذه الحركة حدثت تغيرات كبيرة في حقوق الملكية الخاصة بالنساء، وخاصة فيما يتعلق بحالتهن الاجتماعية. وفي ستينات القرن العشرين تطورت حركة أكثر شمولية للمساواة الاجتماعية، معتمدة على تحرير المرأة والنسوية. وكانت القضية الرئيسية هي أن حقوق المرأة يجب أن تكون هي نفسها التي يتمتع بها الرجل. نسمع كثيرا مصطلح النسوية أو باللغة الإنجليزية فيمينيزم، وبالطبع هناك الكثيرون الذين لا يعرفون المعنى الحقيقي لهذا المصطلح، والكثيرون الذين يفسرون معناه بشكل خاطئ. النسوية ببساطة تعني الاعتراف بأن للمرأة حقوق وفرص مساوية للرجل، وذلك على مختلف المستويات العلمية والعملية. النسوية أيضا هي النظرية التي تنادي بالمساواة ما بين الجنسين سياسيا اقتصاديا واجتماعيا، وتسعى كحركة سياسية إلى دعم المرأة واهتماماتها وإلى إزالة التمييز الجنسي الذي تعاني منه. النسوية لم تظهر سوى بسبب عدم حصول النساء على حقوقهن في العالم، ومع ذلك ما زالت الكثير من المجتمعات العربية تتعامل مع المصطلح باستخفاف وبشكل هزلي، مما دفعنا إلى مناقشة هذا الموضوع في حلقة اليوم لنعرف أكثر ما هو تعريف هذا المصطلح بالضبط.
نتناقش اليوم في هذا الموضوع مع ضيفي العزيز من سوريا الكاتب والإعلامي الدكتور أحمد الطقش. أهلا وسهلا بك. أهلا منورنا ومرحبا. أنتم نور العالم. ربي خليك. بداية، ما هو وضع النشطات النسويات في مجتمعاتنا العربية؟ فين وصلوا؟ وضع الإنسان العربي في المجتمع العربي واقع على الأرض. كل شغلنا هو باتجاه أن نقول إن المرأة، إن الله خلق، الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان من نوعين وليس من نوع واحد. النوع الأول هو الذكر والنوع الثاني هو الأنثى، وإن شئت العكس أنا موافق أن تكون الأنثى هي الأولى والذكر لا مشكلة. هناك غبش حول هذا المصطلح. المرأة هي النساء شقائق الرجال، وهم يسعون معا في رفع هذا المجتمع. عندما يكون المجتمع بشكل كامل داون تحت، يكون وضع الرجل مثل وضع المرأة، مثل وضع الطفل، مثل وضع المجتمع كله بالكامل مكرسح، وبحاجة إلى جهودنا جميعا ونحن في الإعلام كي نعيده يمشي صحيحا بين الناس. وعلى الأقل دكتور، ربما تغيير بعض الأفكار النمطية التي يتبعها أكثرية المجتمعات العربية عن النساء، بيقولوا إذا كان المجتمع يعاني من مشاكل الرجل بما فيه الرجل كذلك، فالمرأة تعاني ضعف هذا المشاكل ربما في بعض الأحيان. هذا ما نشتغل عليه ليل نهار. والمشاكل هذه من أين تأتي؟ تأتي من الصورة النمطية للمرأة. يعني سامحيني، دائما نحن ننظر على الناس، لما لا ندخل مباشرة إلى الموضوع؟ صح. كيف تصرخ في وجه من علمتك الكلام؟ عندما نقول نريد حقوق مرأة ناشطين حقوق مرأة، يا أخي أنتم ماذا تريدون؟ نحن لا نريد أن نعطي للمرأة شيئا لا تستحقه. يعني أقول المرأة نصف المجتمع، هل هذه كذبة فرية أم هي حقيقة؟ هي حقيقة. طيب، إذا تكلمنا دكتور أحمد عن أهم القضايا التي تنشغل بها ربما الحركات النسوية، ما هي مطالبها؟ بماذا يطالبن؟ يعني إلى ماذا يريدون أو يريدنا الوصول؟ بالأصل التعريف الأشياء، الحركة النسوية هي مجموعة أنشطة عربية وغربية لإعطاء المرأة حقوقها التشريعية والحقوقية والقانونية والمجتمعية فقط. يعني يطلبوا بالمساواة بطريقة ما. نعم، ولكن هذه المساواة بنفسها دكتور أحمد بعض الأحيان كثير ما يعني نصطدم بواقع يقول تريدنا المساواة فلنتساوى إذن في كل المشاكل كذلك. لا نتساوى في كل شيء. المرأة يعني الله سبحانه وتعالى الذي خلقها ربما قرر لها عن طريق التشريع الإسلامي أن تكون تجلس هي في بيتها مشتتة، يعني لم يطالبها الإسلام بالإنفاق على نفسها. هذه هي نقطة التكريم من الله للمرأة. هذا بالنسبة ربما للجانب الديني، ولكن لو تكلمنا عن الجانب العملي، عن مجتمعاتنا، عن حياتنا اليومية، يجب لزاما على كل دول العالم أن تمنح، يعني تمنح، عيب أنا أقول تمنح، ما هو حقها، حق الترشيح، حق الانتخاب، حق التصويت، حق المشاركة في النقابات التي هي تريد أن تشارك، حق التعبير في بعض الريف العربي، يعني سامحيني أقول لك، حق التنفس. هو يفرض عليها، يأمرها، يضربها، يزجرها، ينهيها، هو هذا هو عندما سلمنا القيادة للذكور ولا أقول للرجال، ماذا كانت النتيجة؟ الآن أسألك سؤال واحد يختصر القصة، موضوع الحرب. المرأة في كل العالم العربي لا تقرر نهائيا أنها تريد حرب أو لا تريد حرب مع هذه الدولة، مع أنها من يتكبد مشاكل الحروب. طيب دكتور، بعض الرجال يرون أن المرأة حصلت على جميع حقوقها، يرون أن وضعية المرأة يعني طلعت شوية أو خرجت من موضوع أنه الرجل يحرم عليها ويمنعها من جميع الحقوق. ألا يوجد هناك قضايا يعني عمليا لا تزال ربما المرأة مظلومة فيها، أم أن المساواة، وهنا أتكلم عن ربما الجانب الإيجابي أو المنفتح من مجتمعاتنا العربية، هل لازالت هناك ربما نقط لازالت المرأة تطالب بها ولم تصل إليها؟ أنا برأيي الشخصي الذي أعرضه ولا أفرضه، المساواة والتحضر بالنسبة للتعامل مع المرأة كان تمثيليا وشكليا. ماذا يعني دخول نسبة معينة؟ يقول لك كانت في مجلس الشعب 10%، الآن 20%. هذا ماذا يعني؟ يعني احترام 100 امرأة. طب ماذا عن ملايين النساء في هذا البلد؟ أنا لن أذكر أسماء، ولكن في بعض البلدان هناك 10-20-30 مليون امرأة أمية لا تعرف أصلا ما هي حقوقها حتى تطالب بها. هناك يعني لن أريد أن أذكر أرقام، ملايين النساء العربيات ينظرنهن إلى أنفسهن على أنهن أشياء. الآن في بعض القرى العربية، وأنا أفاجئك، ما زالت حتى هذا القرن
المرأة تورث مثل الكرسي أو الكنبة. أنا مطلع بشكل يومي على الصحافة التي تتناول أنه مات الحاج فلان بين قوسين وترك لأهله سامحيني يعني الجاموسة والفلانة الفلانية. أنا أصدع لما أقرأ هذا، أندهش جدا، أصدم. وفي نفس الوقت دكتور أحمد، يعني ربما بالأمثلة اللي حضرتك وضعتها اللي هي في بعض الأحيان ممكن تكون يعني خطيرة لحد الآن، أنه واقع في 2017 نعيش هذا الوضع، ولكن ألا تعتقد أن الإعلام له دور في هذا الموضوع؟ أن ارتباط مصطلح النسوية ارتبط ببعض القوالب ربما السلبية للمرأة، مثل أنها مثلا مستقوية، النسوية حركات نساء ربما يريدن أشياء خارقة العادة، يريدن أكثر من المساواة، يريدن. فيعني هل تعتقد أن دور الإعلام يعني ساعد على هذه، كيف اسميها، انه يعني خلى هذا المصطلح مرتبط بشيء؟ يعني هي قصة اعلام وتعليم فقط لا غير. اعلام 50% والتعليم 50%. ظهرت كانها هي هذه الحركه النسويه في اذهانهم هي حركه عصيان وتمرد على الرجل، صح. وهذا غير صحيح بالواقع بالحقيقه. هي، وانا اعلن من هنا معك، عصيان وتمرد على الظلم وليس على الرجل. حتى في بعض الأحيان نرى بعض التعليقات الساخرة ويقولنا أنه الحركات النسوية في بعض الأحيان تتزعمها نساء ربما مسترجلات في الكثير من الأحيان، وكذلك يعني يصفهن بطريقة معينة سلبية. نعم. فهذا مع الأسف هذا من عقدة النقص عند هذا الرجل. نحن نذهب إلى أرجل أو أشد رجل رجولة في البشرية كلها، هو النبي عليه الصلاة والسلام، عندما أن يغادر هذا المكان وصانا بأهم شيء في خطبة، قال استوصوا في النساء خيرا. فهو إمامنا وهو أستاذنا، وهو أنا برأيه هو أول من أطلق الحركة النسوية في كل هذا التاريخ. فإذا عندما يكون الإنسان عنده نقص من هذه النقطة يغار ويبدأ يشتم فعلا ويطلق الأمثال الشعبية والنكات الهازئة من هذه المرأة المسترجلة فقط لأنها هي طالبت بحقها. طيب دكتور أحمد، ربما عندنا اتصالات هاتفية مثل ما تعرف أنت ونبيلة، ومعنا اتصال هاتفي من المغرب من نسرين. نسرين مرحبا بك في برنامج وحلقة اليوم. نسرين، برأيك هل عليكم السلام ورحمة الله، هل النسوية نسرين وقضايا المرأة من المهم أن يكون لها وجود في مجتمعاتنا العربية أم هي شيء إضافي؟ أكيد أنا سأعطيك صورة مبسطة. أنا ناشطة جمعوية في جمعية حقوق المرأة، ونحن نعبر بطريقة غير مباشرة ولا نلجأ للاحتجاج، فنحن نقوم بالتعبير عن طريق المسرح، نكتب مسرحيات تدافع عن المرأة، فنتحدث عن المرأة المطلقة، المغتصبة، المعنفة، الفتاة العانس، زواج القاصرات، بطريقة غير عن الاحتجاج، لأننا نتطرق لمواضيع هامة، ننشر الوعي، نعبر عن رأي المرأة، ولكن ليس بالاحتجاج بل بمسرحيات تدافع عن المرأة. حركة جيدة نسرين، يعني طريقة جديدة وربما فعالة جدا، لأنه في مجتمعنا الحالي الآن صرنا نخاف من كل شيء مفروض، وبالتالي أذكى طريقة هي إيصال المعلومة بطريقة بسيطة. أنا أشكرك جزيل الشكر نسرين على اتصالك وعلى مشاركتك. ومعنا اتصال هاتفي آخر، معنا لطيفة من الجزائر، أهلا وسهلا بك لطيفة. لطيفة، بصراحة هل تعتقدين أنه لا يزال هناك تفرقة بين الرجل والمرأة في مجتمعاتنا العربية حاليا؟ السلام عليكم. عليكم السلام. أنا بشوف أن المرأة ما فيش فرق بينها وبين الرجل أي شيء، فهي لا تنقص عن الرجل بمقدار ذرة، فهو يأخذ برأيها وهي تأخذ برأيه. ولكن هل هذا هو واقعنا العربي أم هذا ما نريد أن نصل إليه؟ لا، حسب رأيي أنا بشوف أن يجب أن تكون سوية بين الرجل والمرأة، فالمرأة حققت نجاحا أكثر من الرجل في المجتمع. طيب. لذلك أنا حسب رأيي يجب يكون الكل يساهم في تغيير هذه النظرة الاحتقارية. هي قضية المرأة ليست قضيتها، فهي قضية الرجل أيضا. نعم، أنا أشكرك جزيل الشكر لطيفة على اتصالك. ومعنا من المغرب محسن، أهلا بك يا محسن في أنت ونبيلة. محسن، هل يختلف التمييز بين الرجل والمرأة بين ربما عواصم ومدن في الريف؟ صباح الخير. صباح النور. أشكركم على هذا البرنامج الذي يتفاعل فيه الشباب بآرائهم. أهلا وسهلا بك.
أقول شخصيا بأن هناك اختلاف ما بين الرجل في المدينة على خلاف الرجل في القرية. لأن شخصيا هذا لا يعني أن معظم الرجال في القرية الذين عقلية ذكورية كيف ما كنسميوها نحن في المغرب نقول عليه أنا رجل فحل لا يرضى لنفسي أن تخرج المرأة معاه تعبر عن رأيها، ولكن في العام هناك نظرة دونية للمرأة لأنه ليس هناك عمل جمعوي يؤطر العقلية بصفة عامة في العالم القروي. يعني أفهم من كلامك محسن أن هناك فرق كبير ما بين المدن وما بين القرى، يعني ربما يزداد الأمر سوءا في القرى وفي في الأرياف. شكرا يا محسن على اتصالك. مشاهدينا ما زال للحديث بقية، بقوا معنا نستكمل النقاش بعد الفاصل. هل تعرف ما هو تعريف النسوية؟ كيف تتعامل مع الطفل المصاب بمرض السكري؟ ما هي صلاحيات الصيدلي؟ أحييكم مشاهدينا من جديد. رغم أن لقب النسوية أو فيمينيست قد يرتبط بالكثير من السخرية والأفكار المسبقة، فإن بعض الفتيات والسيدات اخترن بشدة أن يصنفن على أنهن هكذا. تغيرت الكثير من القوانين في معظم بلاد العالم بعد معارك طويلة من هؤلاء النساء مع أنظمة سيدها هو الرجل. وعلى الرغم من هذا، لا تزال المرأة في عموم دول العالم تتعرض لعدد من الانتهاكات المؤسفة، وخاصة تلك التي تحمل طابع العنف، ومنها ربما أكثرها العنف الجسدي الذي يشمل الاغتصاب والتحرش الذي يحدث في العالم كله. كل هذا مع معارك الحركة النسوية لانتزاع أبسط حقوق السيدات، فماذا إن لم تكن هذه الحركة موجودة من الأساس؟ ما زال ضيفي معي الكاتب والإعلامي الدكتور أحمد الطقش معي هنا بالأستوديو. دكتور أحمد، ربما آخر متصل كان معنا في الفقرة السابقة تكلم عن أن وضعية المرأة بسبب الرجل في الأرياف يعني أكثر، يعني صعبة أكثر من وضعية المرأة في المدن ربما. هل تشاطر هذا الرأي وإلى أي مدى؟ للأسف الشديد أنا فرزت في كتابي بين نوعين. تعاني المرأة العربية تضطهد في المدينة العربية من العنف اللفظي، وفي الريف العربي تقريبا على المطلق للأسف من العنف الجسدي. فإذا هي معنفة للأسف للمرة الثالثة في الريف وفي المدينة. أصلا الاضطهاد له وجه امرأة. سأليني كيف؟ أول ما تولد عندما تفتح عيونها على هذه الحياة الجميلة تبدأ عمليات التعازي للأب. طول بالك أنت رجل مؤمن، خير شو صار؟ ماتت زوجتي؟ لا، إجاك بنت. يعني هذا ماذا لحد الآن هذا موجود في القرآن والسنة أن هذا سود وجهه وهو كظيم، هذا جاهل، ومن يعزيه بالمرأة الآن إلى الآن. أنا للأسف ولن أريد أن أذكر يعني أين، في معظم الريف العربي هناك يكون الزوج في نكبة بحاجة إلى التعزية عندما تأتيه أنثى، وهذا مرض مستشر في أخلاق الناس وفي قيمهم الضعيفة التي يجب أن تنهض معنا في الإعلام. إذا تكلمنا عن ربما وضعية المرأة في الأرياف ووضعية المرأة في المدن، نتكلم بضرورة الحال عن الحركة النسوية بصفة عامة. ما هو تقييمك لمجهودات هؤلاء النساء؟ هل برأيك يعني هل أنت متفائل ربما بغد مشرق أكثر؟ هل لعملهم ثمرات يعني جيدة؟ أنا دائما التفاؤل في كل شيء. الآن الحركة النسوية العربية بدون إحصائيات رسمية حققت برأيي الشخصي 1% مما نريد. أوف. واحد. لماذا؟ واحد، لأنها انطلقت استمرت حوالي 30 سنة تقريبا 1944 إلى تقريبا 1977 قبل اتفاق كام ديفيد بأشهر. تقريبا الاتحاد النسائي العام العربي على يد هدى الشعراوي وفلانة الفلانية انتهى.
اختلفوا على الموقع، اختلفوا على النظرة تجاه إسرائيل، اختلفوا على رئيسة الاتحاد، اختلفوا اختلفوا اختلفوا، وما زال الترهل من 1977 إلى الآن. لا يوجد من يجمع كل هذه الأنشطة، لا يوجد إنجازات حقيقية، لا يوجد، وإنما استلم الموضوع الحكومات العربية منفردة. ولكن هنا لا يمكن أن نلوم الرجل، يعني هذا مشكل ربما عند الحركات النسوية بحد ذاتها، يعني مشكل بحد داخلي ذاتها، ليس للرجل تدخل. هذه الأنثى وليدة مجتمع ذكوري، كذلك. أين تعلمت هذه الأنثى التي تزاحم أختها على رئاسة؟ يا أخي ما لنا وما للرئاسة، شبعنا رئاسات. لا، من أين بعد اتفاقية كام ديفيد دون أن ندخل في أمور السياسة يجب أن ينتقل المركز من هنا إلى هنا؟ دخل موضوع السياسة ودخل موضوع ضعف الانعدام التمويل. الآن ننادي المرأة، طب من يقف معنا؟ لا أحد. كل حكومة انفردت بنفسها، رأت أنه ربما أوروبا تعيب علينا إذا لا يوجد إناث في البرلمان. طب نعمل كوتا، خلي المرأة، لأنه في إحدى البلاد العربية بدون ذكر أسماء منحوا المرأة حق التصويت والترشيح والانتخابات، ولا امرأة واحدة انتخبت المرشحة الفلانة الفلانية التي كانت وزيرة في الحكومة. بنت عمها لم تنتخبها، انتخبت رجل، مما أدى إلى تدخل طويل العمر ووضعوا كوتا نسائية، فرض أن تدخل فلانة وفلانة وفلانة إلى البرلمان. طيب هل هذا يعني أنه نحن في حاجة إلى ربما أشياء أكثر من حركات نسوية؟ هل نحن في حاجة إلى تغيير جذري في التفكير؟ إعلام وتعليم يجب أن يدخل، كما قلت في صفحتي، إدماج الرؤية النسوية سميته. يجب من أطفالنا وهم صغار، لا أسمح لابني وهو عمره 5 سنوات أن يضرب بنتي وهي عمرها 6-7 سنوات. أكسر لك يدك، إن تعلمت منذ الآن. يعني كأنك ضربت أخوك، يعني ما ليس هناك فرق، والعنف منبوذ. أين الفرق؟ أنت ابني وهي بنتي، لماذا لك حق؟ أنا لا أعرف من أين جاء هذا الحق، أنا أشخط وأنا أؤدبها. تعال هون، من أنت؟ أنت بحاجة إلى تأديب. أنا أحب كلمة واحدة من كل ما أنتجه نجيب محفوظ: من يسخر من المرأة المستهين بقدرات النساء أتمنى أن تعاد حياته دون أمه. يعني أنا كل كلامي في كتابي عن المرأة إلى موضوع الوفاء والعدل. كيف أنت حتى ولو كان هناك وفاء دكتور، في بعض الأحيان نرى أن هناك تفرقة، يعني ممكن في كثير من الأحيان الشباب ممكن أنهم يحترمون أمهاتهم، ولكن يعني هناك فرق في ربما في تفكيرهم ما بين المرأة والأم. أمهم يعني محايدة، فهنا مشكل آخر ممكن أن يكون آخر. يعني هو ممكن يحترم أمه لأنه حاس أنه هي كل شيء في حياته، ولكن في نفس الوقت المرأة غير أمه. يعني لما يشوف حركة نسوية ممكن أنه يطلع عليهم أسماء مثل اللي بنشوفها، مع الأسف شفناها وإحنا يعني بنعد البرنامج كثير من الكلمات الجارحة في حق كل النساء المشتركات. يجب أن نعلمه وأن نربيه، وأن هذه القضية التي تتناولها كما قالت المتفضلة المتحدثة عبر الهاتف، قضية نصرة المرأة هي ليست بهدف تمكين المرأة نهائيا، ليس حبا بالمرأة، والله حتى كتابي ليس حبا بالمرأة، حبا بتنمية المجتمع. سوف يبقى هذا الشرق مكرسحا ما لم يطبع علاقاته مع المرأة. تطبيع مع المرأة جعل المرأة تاج حنان على رأس الرجل، ليس محبة في المرأة، كي ينهض المجتمع كله بالكامل. المرأة تربي الأطفال على الأخلاق، والرجل يكد ليل نهار كي ينفق على يعني الزوجة والأولاد. نطمح في التكامل لا غير. نعم. طيب دكتور، ناخذ اتصالات هاتفية، ومعنا علي عراقي يكلمنا من بلجيكا. أهلا وسهلا بك علي، أنت ونبيلة. علي، ما هي أهم القضايا برأيك التي تحتاج للمناقشة عندما نتكلم عن التمييز ضد النساء في عالمنا العربي؟ طبعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وسلم عليك وعلى الضيف الموجود وياك. وأنا أحب والله أشارك بهذا البرنامج، يعني وكثير من النساء بمجتمعات العربية مظلومة. يعني أولا ما يمنحهم، يعني مثل ما حكى الدكتور، ليش ما تمنح المرأة يعني مثلا مشاركة بالدولة أو كذا؟ زين، يعني بالمجتمعات الأوروبية المرأة حتى بالجيش مدخلينها. أوكي، ليش يعني ماكو اي معادله بالمجتمعاتنا العربيه وبين هنا يعني الوضع اللي عايشين به؟ يعني علي، انت ترى ان المشاركه في العمل السياسي هو بدايه حل عقده النساء؟ والله لازم المراه تشارك باي شيء، يعني ليش مثل ما الرجل يشارك هي هم يشارك، هم خطيه يعني، هم يعني هي مكون اساسي بالحياه. زين، هنا امهاتنا واخواتنا مثل ما قال زين
الضيف الكريم. ولازم نحترمهن ونعاملهن تعامل يعني مختلف يعني. صح. أنا هم لا انحياد للمرأة ولا أي شيء، بس هنا نقطة مهمة يا علي. نعم. ربما نقطة ذكرتها جيدة، الاحترام، وهذا شيء مهم جدا. أختم معها اتصالك، شكرا جزيلا لك علي على اتصالك وعلى مشاركتك. ومعنا لارا سارة من مصر. سارة أهلا وسهلا بك. سارة، هل تعتقدين أن كلمة نسوية أو فيمينيزم كلمة سيئة السمعة في مجتمعاتنا العربية؟ أنا أعتقد أن كلمة فيمينيزم كلمة الصراحة مش سيئة السمعة، بس هي كلمة بتخلينا فعلا نقول أن النساء أو السيدات هم أقلية. يعني إحنا دايما لما ننادي بحقوق السيدات أو النساء، إحنا ياريت ننادي بيها زي ما بننادي بأي حقوق إنسان. دي نقول فيمينيزم، كأن الست مثلا لازم تبقى أقلية، ننظر لها بمنظور أنها حاجة سيجمنت لوحده، وده مش حقيقي، لأن الحقوق والواجبات كمواطن بتبقى على الاثنين، على الذكر والأنثى. يعني الحقوق متساوية في نظرك؟ متساوية، لازم تبقى متساوية طبعا. لا يعني هو فرق ما بين لازم تبقى متساوية وبين أنها متساوية الآن، لأنه حتى غير متساوية، ودي حقيقة لازم نبقى كلنا معترفين بها عشان نحلها. لأن أول يعني عشان نحل مشكلة لازم نعترف بوجود مشكلة، في مشكلة فعلا. بس كلمة فيمينيزم هي لما نيجي نتكلم فيها، احنا دايما بنحط نفسنا في اطار ان احنا اقلية. بس لو احنا عايزين ننادي بالمساواة، لازم اول حاجة نقضي على كلمة فيمينيزم ونقول لا، احنا لينا حقوق زينا زي الرجال بالضبط. احنا الاثنين بنادي بحقوقنا للمساواة. بس كلمة فيمينيزم انا شايفة انها فعلا كلمة يعني مش دايما هتحطنا في الاطار اللي احنا عايزين نحط نفسنا، يعني ممكن تكون مش لصالحنا يا ساره. صح. انا يعني ده وجهه نظري الشخصيه، انها مش لصالحنا على الاطلاق. ودايما يعني حتى في استخدامها في وسائل الاعلام بيخلينا دايما محطوطين تحت الكاتيجوري الماينوريتي او الاقليه. احسنت، شكرا يا ساره على رايك. دكتور احمد، كيف والاي مدى أضم صوتي ساره. نحن وانا وكل من ينادي في 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 الراي العام ندافع عن حقوق الإنسان. الإنسان هو قطعة واحدة، ذكر وأنثى. لو ابتدينا بالتفرقة ممكن يكون كذلك مش لصالحنا. طيب، أنا يجب علينا أن ننادي لحقوق الرجل وحقوق المرأة وحقوق الطفل. يعني أنا أقول في الكتاب معظم الرجال متزوجون زهور، معظم النساء متزوجات صخور. دكتور أنا أشكرك جزيل الشكر، مادة يعني تقريب كبير للوضعية الحالية مع الأسف، والتي نأمل ونرجى أن تتغير. شكرا جزيلا لوجودك معنا. جزيلا. الكاتب والإعلامي الدكتور أحمد التكش من سوريا، شكرا جزيلا لك. عفوا جزيلا للحرق. مشاهدينا إذن ومتصلينا، شكرا لكم، شاركتونا في مواضيع اليوم. ما زال لدينا مواضيع أخرى تهمكم بعد هذا الفاصل. أطفال السكري وأفضل الطرق لمتابعته، وصفات الصيادلة ومدى تحيزه. أهلا بكم مشاهدينا من جديد، ما زلتم تشاهدون حلقة اليوم من أنت ونبيلة. وقبل أن نستكمل مواضيع اليوم، دعوني أريكم الصورة التي أحضرتها لكم من صفحات الإنترنت في اخترت لكم. اخترت لكم اليوم صورة من اندونيسيا لهذه الفتاة، والتي تبدو وكأنها تجلس على حافة العالم. استطاع المصور الاندونيسي دافيد أفندي أن يلتقط هذه الصورة للفتاة، والضباب يحيط بها من كل الاتجاهات، فتبدو وكأنها وحيدة في هذا العالم ولا أحد هناك سواها. صورة فنية وجميلة تدل على موهبة المصور الفطرية. من أكثر الأمور المؤلمة في العالم هي مرض الأطفال، ولكن على الرغم من الألم والوجع الذي قد يسببه المرض، إلا أن الكثير من الأمراض أصبح التعايش معها أمر سهل وأقرب إلى الطبيعي. فقط يحتاج الأب والأم إلى الوقوف على الخطوات السليمة في سبيل هذا التعايش. إذا تم تشخيص ابنك بمرض السكري، فلابد أنك تمر بتجربة صعبة. لابد أنك قد عشت تساؤلات كثيرة خلال الفترة التي فصلت بين زيارتك للطبيب أول مرة مع ابنك الذي كان يشكو من أعراض كثيرة غريبة عليه، وبين اللحظة التي تم تشخيصه فيها بالمرض.
معي اليوم للحديث عن هذا الموضوع الدكتور بادي الأتاسي، أخصائي أمراض الأطفال. أهلا وسهلا بك دكتور. أهلا وسهلا، منورنا. شكرا. حتى ونبيلة. دكتور، ما هي أسباب إصابة الأمراض، إصابة الأطفال بمرض السكري؟ هناك نوعين من مرض السكر. مرض السكر الطفلي اللي هو رقم واحد، هذا عادة لحد الآن مش معروف شو سبب الإصابة فيه. في عوامل وراثية، في ناس بتقول أمراض مناعية بسبب تعرض الطفل لنوع من الأمراض، بيكون جسمه مضادات لخلايا المسؤولة عن تكوين الأنسولين بالجسم. والنوع الثاني اللي هلأ صار شائع أكثر اللي هو المرض السكري رقم 2 أو تبع الأدلت عند الأطفال بسبب زيادة السمنة وزيادة أكل السكريات. احنا كنا تطرقنا في حلقة سابقة، كنا عالجنا فيها مواضيع اللي هم المواد الملونة اللي بنحطها في الأكل، وكانت خلالها ضيفتي قد أشارت إلى سبب من أسباب أنها تكون سبب من أسباب مرض السكري. يعني بالإضافة إلى السكر بحد ذاته اللي هو يعتبر سم خصوصا بالنسبة للأطفال، هناك كذلك مواد كيميائية ممكن تؤدي إلى هذا المرض ربما. يعني في اعتقادي هناك يعني بينهم ارتباط. الأعراض دكتور التي إذا ظهرت على الطفل يجب أن نبدأ في التفكير في مرض السكري. بالنسبة لمرض سكري الرقم واحد أو سكري الأطفال، أكثر الأعراض هي نقص الوزن، زيادة التبول، وزيادة شرب الماء أو العطش. هادو الثلاثة بغض النظر على سن الطفل لازم نبتدي نفكر في بشكل عام بالطبيب. طيب الطريقة المثلى دكتور، أعطينا الطريقة المثلى التي يجب التعامل بها مع الطفل الذي يميل بطبيعته إلى ربما تناول الحلوى والسكريات. وإحنا عارفين أن الأطفال كلها عندها هذا الميول، يعني كيف ممكن نعالج هذا الموضوع بدون ما نحرم الطفل من السكر أو الحلويات على الأقل؟ من دون ما نحرم الطفل من الحلويات شوي صعب. لازم يعني كل شيء يتاخذ بمقدار معتدل. كثر اكل السكريات مضر للجسم، بيؤدي لزياده في الوزن، مثل ما ان زياده الوزن ممكن تؤدي لحدوث السكر. لازم يكون في اعتدال في الموضوع. دراسات اثبتت انه السكر بيحرض انتاج مستقبلات على الخلايا، بصير الانسان يطلب سكر اكثر، يعني بيعمل زي ادمان. بقى المفروض انه ما نقدم سكر للاطفال قبل السنتين من العمر. هذه جمعيه امريكيه لطب الاطفال بتقول قبل السنتين ما بيصير، وبعد السنتين بتقدم باعتدال كميات قليله باوقات متباعده مشان الطفل ما يأدمن على الموضوع ويطلبه جسمه اكثر واكثر. يعني اذا عودنا اطفالنا مثل ما ذكرت حضرتك دكتور لحد سنتين ما نعطيهم سكر ولا أي حاجة فيها سكريات، ممكن أنهم حتى هم ما يطلبوا، ما بيكونوا عارفين حتى طعم السكر حتى يطلبوه، فربما هي البداية لازم تكون موفقة. هل هناك دكتور بديل للعلاج بالإبر اليومية؟ في السكر الكبار ممكن يتعالج مبدئيا بالحبوب. بعض أنواع الحبوب تحرض على استعمال الخلايا أكثر لمادة الأنسولين. بعض الأدوية بتزيد شوي من إنتاج كمية الأنسولين. ولكن سكري الأطفال اللي هو أغلب الحالات اللي بتصيب اللي هي رقم واحد أو تايب 1، هذا ما في بديل عن الأنسولين. هلأ في طريقة إعطاء الأنسولين، يا أما عن طريق الإبر يا أما عن طريق المضخة. الحل صار في مضخة ممكن تنحط الإبرة تحت الجلد. يعني هم الباتشز اللي لا بامب أنسولين مرة بامب. واحدة في الأسبوع؟ لا، مرة كل يومين أو ثلاثة أيام حسب ما يكون جسم الطفل بيتقبل الإبرة والدواء وكمية الدواء وموقع الإبرة والباتش اللي بيلزقوا فيها الإبرة. في بعض الأطفال جلد حساس بتتحسس. يعني صار له يعني فترة منيحة من الزمن، ولكن عم يتقدم الموضوع لأنه صار كان في المشكلة تفضل في موضوع قياس السكر. الحين عم يقدروا يربطوا الجهاز اللي بيقيس السكر مع الجهاز اللي بيضخ الأنسولين. يعني تقريبا زي بنكرياس صناعي. ابتدى العلم يتطور في هذا المجال، وصار ممكن أنه الإنسان يعني في تجارب لسه ما طبق بشكل كامل. هل هي مؤلمة؟ لأننا نعرف أن الأطفال أصعب شيء يعني يحز في النفس أنه يكون الطفل مريض بالسكري ويضطر كل يوم يستعمل الإبرة. هل هذا المضخة أو الباتشز كذلك اللي طلعت نسبيا جديدة، هل بتحد شوية من الألم؟ هل هي مؤلمة؟ هل كون عدد الإبر أقل الألم بيكون أقل. ما زالت إعطاء الإبر مؤلم، شيء مؤلم حتى، ولكن بالإبر يعني الأنسولين بيكونوا خفيفة، يعني بيكون رفيعة، يعني كمية الألم أو نسبة الألم تكون أقل. وخصوصا في الأبي بن
او عفوا الانسولين بن اللي هي بتعطي بيكون الابره ارفع اكثر زي الشعره ما زال في شويه الم. طيب ان شاء الله ما يحسوا باي الم. ناخذ اتصال هاتفي معنا من مصر. ريمي اهلا وسهلا بك معنا في انت ونبيله. برايك ما هي مدى صعوبه تربيه طفل مريض بالسكر؟ وانا اعرف انه عندك تجربه خاصه ريمي. هاي نبيله. هي مش صعبه الى حد ما زي ما الدكتور قال في ان هي تعملي روتين وان انت تعملي كمان معدل بسيط من كل حاجه، يعني ما تزوديش في كل حاجه. هي محتاجه بس روتين مع الطفل، يعني يبقى عنده روتين ثابت في حياته. احنا ماشيين على المضخه فبالتالي الروتين بيبقى نسبه ما اعلى من الطفل اللي بياخد انسولين بالقلم. فلازم تمشي بروتين بمواعيد اكل بمواعيد نظام معين. يعني طيب هل هو بيطلب مثلا حلويات اكثر سكريات اكثر ولا طفل عادي مثل الاطفال كلها بيطلبوها بطريقه ما؟ يعني بيطلبها طبيعي زي الاطفال، بس في حالات الهبوط بيطلبها اكثر. لو عنده هبوط مثلا بيطلب طبعا اكثر سكريات، بس هو طبعا لانه ما بيعرفش يعبر انه محتاج سكريات فبيقول انا جعان. يعني انا جعان في الحالات دي بعرف انه معدل سكره مش مظبوط، بقيسه وبعرف انه سكره واطي مثلا. فبالتالي بديله في الحالات دي سكريات. دكتور هذا تصرف صحيح؟ في علاج الخبوط السكر الطريقه الوحيده هي اعطاء السكر. طبعا اللي على المضخه اسهل لانه المضخه بتستعمل الانسولين القصير الامد، بقى ابطاء المضخه او اطفائها بيؤدي لارتفاع نسبه السكر شوي شوي. بس في حال هبوط يعني عرضي او لانه هبوط السكر خطر اكثر من ارتفاع السكر. بقى في هيك حاله بيضطروا يعطوا سكريات. أنا أشكرك يا إيريني على اتصالك وعلى مشاركتك فأنت ونبيلة، وإن شاء الله بالشفاء لكل الأطفال اللي مرضى داء السكري. اتصال هاتفي آخر معنا محب من مصر. أهلا وسهلا بك محب. في رأيك هل لابد أن تكون هناك برامج تدريبية مثلا للأهالي اللي أطفالهم بيعانوا من مرض السكري؟ طبعا الأهالي المشكلة في مرض السكر أن هو بيجي مرة واحدة، يعني الشخص يعني الشخص العادي ما بيبقاش عارف ايه هو مرض السكر. مفاجئ دايما. هي المشكله تحديدا بتبقى مع الام اكتر من الاب، لان الام يعني الطفل اللي عنده مثلا 8 سنين وهو رايح المدرسه زميله اللي جنبه ممكن تلاقيه جايب شوكولاته او حاجه حلوه فممكن يقسمهم هما الاثنين مع بعض. لو الام هي الام لو هي مش عارفه ازاي تدي البديل لابنها الحكايه دي، الولد هيكون زي ما هو عايز. الولد مش واعي، الولد زي اي طفل عادي عايز ياكل اي حاجه حلوه. صح 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 صح. فهنا هنا تكمن الخطوره، وفي نفس الوقت هذا النقص اللي عندنا انه لازم الاهالي يكون عندهم فكره كبيره ويكون عندهم ربما حتى من طرف وسائل الاعلام نصائح طريقه يمكن يتعاملوا فيها مع طفلهم، وحتى في المدرسه مثل ما ذكرت انه في اطفال بيجيبوا شوكولا بيجيبوا اشياء، فلازم حتى ربما اطار التعليمي يعرف انه هذا الطفل مصاب بالسكري ولازم توعيه عامه. شكرا جزيلا محب على رايك. بس انا عايز اضيف حاجه كمان. قل لي المدرسة اللي موجودة في المدرسة هي مش هتكون يعني هي هتدي الدرس ولا هتاخد بالها من الواد ان هو يعني الواد لو جاله بوت المدرسة مش هتعرف. لو جات له كومة سكر المدرسة مش يعني اعمل ايه؟ المدرسة هتتخض. فلازم المدرسة يعني المشكلة مش بس في البيت، لازم كمان المدرسة كمان لازم توعية عامة جدا خصوصا للأطفال. شكرا محب على اتصالك، وشكر جزيل للدكتور بادي الأتاسي أخصائي أمراض الأطفال. شكرا جزيلا شرفتنا. شكرا مشاهدينا. إذن فاصل قصير ونعود إليكم، بقوا معنا. وصفات دوائية وخلطات كيميائية تقليدية من الصيدلية، ستتعرفون عليها بعد الفاصل. اهلا
بكم مشاهدينا من جديد. من الطفل المصاب بداء السكري إلى أحد أقدم المهن التي تبحث في تاريخ العقاقير وتركيب الدواء وما يتعلق بهما. تشمل مهنة الصيدلة العديد من الأدوار التقليدية مثل تركيب وصرف الأدوية، وتتضمن أيضا تقديم المزيد من الخدمات الحديثة المتعلقة بالرعاية الصحية بما في ذلك الخدمات السريرية، استعراض الأدوية، استعراض سلامة وفعالية الأدوية وغيرها. وبالتالي الصيادلة هم الخبراء في العلاج بالعقاقير والمهنيين الصحيين الأوليين الذين يحددون الاستخدام الأمثل للدواء لتوفير النتائج الصحية الإيجابية للمرضى. معي اليوم في الاستوديو للحديث عن هذا الموضوع من مصر مدير قسم الصيدلة بمستشفى ميدي كلينيك الدكتور جورج يوسف. أهلا وسهلا بك دكتور. أهلا منورنا في أنت ونبيلة. شكرا. أهلا بك وأهلا بالمشاهدين. أهلا وسهلا بك. هل الصيدلي مازال ربما يهتم بتركيب العقاقير مثل الأول أم هناك تطور في الموضوع حصل؟ بالطبع دي شيء أساسي ومهم جدا في مهنة الصيدلة، موضوع التركيبات الدوائية. والحقيقة أنه التركيبات الدوائية يوم عن يوم بتتطور وبتزداد الحاجة إليها في مجالات مختلفة من مهنة الصيدلة. فعلى سبيل المثال وليس الحصر، التركيبات الدوائية بتفصل جرعة معينة لمريض معين لحالة مرضية معينة، فبتكون التركيبة هي أسلم شيء مطلوب لهذه الحالة وهذا المريض. يعني هناك حالات بتعملوا لها الدواء مخصوص لها؟ بالضبط، بالتأكيد. بيكون حالة محتاجة جرعات محددة مش موجودة في العلاج الجاهز. فالدكتور بيضطر إن هو يعمل أوردر بجرعات محددة تناسب مريض محدد في حالة صحية محددة معينة. طيب دكتور، ما هي الصلاحيات الطبية هذه المرة التي يتمتع بها الصيدلي؟ الحقيقة أن الصيدلي هو مركز لاستقبال وإرشادات كثيرة بتخرج من الصيدلية للمريض، فهو بيستقبل المريض في حالات كثيرة بيطلب منه معلومات كمركز معلومات. أحيانا كثير بيجي المريض للصيدلي ويطلب منه أنا عندي مثلا شكوى فلانية، وضع معين، بشتكي من وضع معين، ترشدني مين الدكتور اللي أقدر أروح له، أروح لمين، أسأل عن مين. فبيكون الصيدلي مركز إرشاد ومركز معلومات سواء في المستشفى أو في الكوميونيتي فارماسي أو اللي هي الصيدليات، بيوجهه للطبيب المناسب. بالضبط، بالتأكيد. وهذه نقطة مهمة لأنه كثير من الأحيان دكتور إحنا ما نعرف نروح أي طبيب، حالات معينة يعني صعب علينا نعرف الطبيب المختص فيها، فربما الصيدلي يساعدنا فيها. بالضبط، ومش بس كده، عفوا دون قطع كلام حضرتك، ساعات المريض ما بيبقاش عارف الحالة اللي هو بيشتكي منها هل تحتاج إنه يروح للدكتور ولا لأ. فساعات بتبقى فيه alarming، حاجة بتدي مؤشر مهم إن لازم المريض ما يستناش على نفسه ولازم يروح للطبيب. وهذه بيعرفها الصيدلي لما بيسأل الصيدلي المريض عن بعض البوينتس أو بعض النقاط اللي بتخص الحالة المرضية بتاعته، منها بيقدر يعرف إن الحالة دي محتاجة فورا انه يروح للدكتور فلاني. والتخصص الفلاني. هل يستطيع اذا دكتور جورج، هل يستطيع الصيدلي ان يقوم بربما وصف دواء معين لمرض معين؟ في الحقيقه ان الصيدلي دارس دراسه عميقه في موضوع الادويه وموضوع العقاقير وموضوع التركيبات الدوائيه، لكن وصف الأدوية ده منلي بيكون عن طريق الدكتور والوصفة اللي بتيجي للصيدلي. لكن بالإضافة لكده في بعض الأدوية وهي محددة من وزارة الصحة في كل بلد بتكون تصرف بدون وصفة طبية، يعني ومسموح بصرفها بسيطة يعني. حاجات مثلا يعني على سبيل المثال أدوية البرد، أدوية الحساسية، بعض أنواع من أدوية الكحة، حاجات بسيطة ممكن الصيدلي إن هو يصرفها ومسموح بيها، لأنه بتبقى في جداول مقدمة من وزارة الصحة، وبناء على هذه الجداول الصيدلي بيتناول هذه الأدوية وازاي يتصرف فيها. في حاجات بتبقى كنترولد، ادويه محظوره ان تصرف من غير
وصفة. في حاجات بتبقى لازم وصفة من نوعية خاصة زي حاجات الأدوية اللي هي بيسموها controlled medication اللي هو ممكن يتعلقوا بعض الأحيان بأشياء مخدرة. بالضبط غير المخدرات الأدوية المخدرة. بالضبط غير الأدوية المخدرة بيبقى لها نوع تاني خاص من الوصفات. ففي تقسيمات بتحكم مهنة الصيدلة في نوعية الأدوية وكيفية صرف هذه الأدوية. من ضمن هذه التقسيمات بتكون أدوية ما بتحتاجش وصفة طبية. حتى هذه الأدوية دكتور اللي لا تحتاج وصفة طبية بنشوفها في دول ربما دول أوروبية وفي أمريكا مثلا بتكون عند الصيدلية برا، يعني لما ندخل ممكن ناخدها بإيدنا، ولكن مجرد ما نوصل على مكان معين بيبتدي أنه لا هذا الدواء يعني بحكم الطبيب يعني. بالتأكيد مظبوط زي ما حضرتك تفضلتي، دي بتتسمى over the counter أو على الشل على موجودة على الرفوف في الصيدلية. فممكن بعد مرات بيكون الألام ربما حاجات كتير والحقيقة يوم عن يوم الصلاحية في هذه الأدوية اللي هي مش محتاجة وصفات بتزيد يوم عن يوم، لأن كمية الأدوية يوم عن يوم بتزداد بطريقة غير عادية. وفي بعض الدول الغربية بيزيدوا صلاحية الصيدلي في أنه هو ممكن يدي أدوية بدون الرجوع للطبيب، وطبعا هو بيكون مؤهل لكده ومدرب، عنده دراسة كافية في هذه الأمور وواخد تدريب كافي في هذه الأمور، وبالتالي يقدر أنه هو يتعامل معها. والصيدلي وليس ربما الأشخاص اللي ممكن نلاقيهم في الصيدلية. هناك فرق كذلك في الموضوع. لا طبعا هناك فرق، لأن للأسف أنه في بعض الأماكن بيبقى مثلا موجود مساعد صيدلي وهي المساعد الصيدلي بيكون دراسته محدودة لحد كبير، تقني ربما وليس طبيب. بيكون دراسة محدودة ما يقدرش ان هو ينوب عن الصيدلي. صح، وهذا واضح. فلازم تكون عن طريق الصيدلي الموجود بنفسه، اللي هو مؤهل علميا ومدرب على ازاي يتعامل مع هذه المواقف بدون الرجوع الى الدكتور، وهي دي بتكون محدده ومسموح بها من وزاره الصحه في هذه البلاد. يعني الامور دقيقه ويعني وجاده جدا محسورة. دكتور ناخذ اتصالات هاتفيه ومعنا مهيب من اليمن. اهلا بك يا مهيب في انت ونبيله. مهيب رايك هل دور الصيدليه الان اختلف عن الماضي؟ كما قال الدكتور يعني تحصل صرف وصفات طبيه بغير إشراف الطبيب، وهذا منتشر جدا. يعني أقول أن الفرق كبير ما بين الصيدلة وما بين الطب الشعبي، بينما أن البرنامج أو السؤال الموجود في البرنامج هو عن الطب الشعبي. الطب الشعبي هناك نوعان، في نوع طب شعبي يعني عضوي يعتمد على الأعشاب، وربما مهيب يعني تظل الوصفات التي يقوم بها الصيدلي شيء علمي أكثر ومضبوط أكثر وآمن أكثر، وهذا ربما نقطتنا، لأنه هو شيء غير بسيط أبدا ويتطلب دراسات ويتطلب معلومات. فبالتالي هذا الفرق يعني ما بين أي شيء ثاني ممكن نسميه وما بين التركيبة الصيدلية العلمية للدواء الذي نجده في الصيدلية. مهيبا أشكرك على اتصالك وتحياتنا لكل المشاهدين هناك. ومعنا من مصر محمد، اتصال هاتفي من محمد. أهلا بك محمد. بصراحة إلى أي مدى تثق أنت شخصيا في الصيدلي؟ والله احنا عندنا في مصر الموضوع الصيدلي بقى محدود جدا، يعني غير زمان. زمان الصيدلي كان بيقوم بدور كبير في إعداد الدواء، في التركيبات، إنه هو يركب نوع معين من الدواء عشان يديه للمريض. وهذا هذا ليس كان أظن دكتور جورج، ولحد الآن الشيء لازال قائما. بالضبط، هو كان في الأول منتشر أكثر وجود معامل في كل صيدلية، معمل مجهز بالكيماويات بأدوات التحضير بكل شيء بيحتاجه الصيدلي للتحضيرات. يمكن بمرور الوقت وبكثرة الأدوية الجاهزة بدأ يندثر شوية شوية موضوع وجود معامل في الصيدليات. لكن أنا زي ما بديت في الحلقة في الأول، احتياج
المريض للتركيبات الدوائية الخاصة. بيزداد في اتجاهات كتيرة دلوقتي جديدة. على سبيل المثال في المستشفيات، يمكن ده ما لا يتعلق بالصيدليات الخاصة اللي هي الكوميونيتي فارماسي أو الريتيل فارماسي، لكن بالنسبة مثلا في المستشفيات في حاجة اسمها التغذية الوريدية للمرضى. التغذية الوريدية للمرضى ده عبارة عن تركيبات بتتحضر للمرضى اللي هم مش قادرين ان هم يتحملوا تغذية عن طريق يعني الفم. يعني ربما هذا دكتور جورج هو نقطة دقيقة جدا وخاصة معينة بمرضى معينين. نشكر اتصالك محمد من مصر، شكرا جزيلا لك. شكر موصول هنا ضيفي الدكتور جورج يوسف مدير قسم الصيدلة بمستشفى ميدي كلينيك، شكرا جزيلا لوجودك معنا دكتور جورج. شكرا. مشاهدينا إذا انتهى وقت حلقة اليوم، ولكننا طوال الأسبوع نتابع مشاركاتكم معنا على مواقع التواصل الاجتماعي. سجلوا بياناتكم على صفحة أنت ونبيل على الفيسبوك وسنقوم بالاتصال بكم. تابعونا على تويتر، على إنستغرام، على سناب شات. وإلى الأسبوع المقبل حلقة جديدة من أنت ونبيلة. دمتم بخير.